السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي، معاكم اخوكم بالله محمد الويمي اي كي اي ليو. كيف حالكم؟ ان شاء الله كل واحد جالس مبسوط ومستانس. اليوم ودي اني انشط القناة بموضوع اظنه حلو، واخترت هذا الفيديو ظهر تيم ديفندر. سويت زين بس تشوفون في النهاية ايش يصير. اللي في هذا الفيديو تيم ديفندر تشوفون العمل اللي مشترك بيني وبين ربعي، وهذا اللي انا ابي اتكلم عليه، العمل والشغل اللي تسويه قبل ما تاخذ وظيفة، قبل ما حتى تتخرج من المدرسة. اي انا ما ادري كم واحد منكم فكر في انه ياخذ له وظيفة مؤقتة ولا يسوي له شغلة في اجازة الصيف ولا ذا، بس هذه من الأشياء اللي يعني جدا جدا مفيدة، وهذا من أفضل الأشياء اللي تقدر تسويها، يعني تقضي وقتك وقت الفراغ فيها. فمنها أنها تكسب خبرة، ومنها أنك تقدر تعبي السيرة الذاتية بأشياء عمل جانبي، أنك سويت هالشغل ذا وسويت ذاك الشغل. مفيدة جدا يعني للمستقبل حقك. انا مثلا انا اشتغلت في كذا شغلة، وهالكذا شغلة ذي اشتغلت انا في محل بيتزارية، في محل معجنات بالاصح، اشتغلت في معجناتي اللي كان اول البريد القديم، بعدين صار معجناتي جنب في الهفوف، وبعدين قيروا الآن إلى مشويات ظهر عراقية وحاجة زي كذا. المهم إني اشتغلت في ذي، واشتغلت في كمبرمج بي اس بي في الديوانية، وفي مقهى انترنت نسيت اسمه شلفي شيلة ذي، واشتغلت كم من شغلة حق أبوي علشان أخلص أوراق الحكومية وذا. وبصراحة يعني هذه أشياء حلوة جميلة جدا، يعني تعلمت على كيف اني اخلص الاوراق الحكومية من وانا كنت عمري 14 او 15. وغير انه يعني ابوي كافأني انه ويوم خلصت طلعت انا الاوراق حقين الارض حقينا وخلصت امور الصك وهالامور ذي، كافأني يعني راتب وكذا. وبصراحة يعني طعم هالفلوس ذي جدا جدا جميلة، أحسن من إن يعني الفلوس اللي يعطونك إياها حق الفسحة وهذا. يعني هذه فلوس اشتغلت فيها فلها طعم خاص. أول كمبيوتر أنا شريتها من هالفلوس اللي أبوي عطاني إياه، وبصراحة يعني كانت يعني ما تتخيلون قد الفرحة. مو بس فرحة اني خدت كمبيوتر جديد، الا ان فرحة ان شيء تعبت به انتج، والنتيجة شيء جدا جدا حلو الكمبيوتر حقي بصراحة. مع ان الان وانا اتكلم مواصفاته ما يعني ولا شيء قدام الكمبيوترات الجديدة، إلا إنه يظل من كمبيوتراتي المفضلة. الكيس حقه مع إنه مو بشيء مميز، إلى يعني الأشياء ذي صج لها تكون ذكريات حلوة. وغير إنه إذا سو يعني إذا أشغلت نفسك بوظيفة جانبية، الحياة الاجتماعية حقتك تتغير، تتعرف على ناس ثانين. انا في شغلتي الثانيه مالت البي اس بي، كنت انا ابيع العاب البي اس بي، وكنت جالس في المقهى انا مع شراكه مع اثنين من ربعي، وبصراحه تعرفنا على ناس واجد وسوالف وضحك، منهم اللي صادقناهم ومنهم اللي يعني صاروا زبائن دائمين عندنا، ومنهم يعني ناس تنشرح صدرك لو شفته يمشي في الشارع تسلم عليه السلام عليكم عليكم السلام. من الناس اللي تعرفت عليهم كان مدير بنك الراجحي في فرع اللي جنب الظهر مجمع اللي جنب قصر الصاهود في بنك الراجحي. هذا المدير حقه كان من الزبائن حقينا، وهذا عطاني الكارت حقه وقال هذا اذا بتفتح حساب ولا شيء هذا كارتي اتصل علي وش يسمونه انا ارتبك. ف
حلو انك الشغلات الجانبية ذي المؤقتة اللي تشغل نفسك بها في الصيف، حلو انها تسوي لك يعني معارف، ف جدا جدا حلوة. انا اذكر ايضا من فترة ما كنت انا اشتغل في معجناتي، في حزة الغداء العشاء او فترة صلاة العشاء بعد ما نخلص صلاة او قبل ما نجينا نمشي، نقدر ان نطلب اي شيء من القائمة وناكلها، فتخيل بلاش اكيد لان احنا كنا من نشتغل، فتخيل ان عندك قائمة كاملة من المعجنات تطلب فيها اللي تبي، وغير انه لا تسويها باللي تبي بالشكل اللي تبيه. كنت انا اتذكر لجيت ابي اسوي البيتزا، اقول يعني الهندي تقدر اسوي لي بيتزا، بس لجيت بتحط المقادير ازعق لي، وهذا يسوي البيتزا، يسوي المعجن الذي يحط الصوص وبعدين يزعق لي، وانا اعبيها جبن. تعرف شنو معنى تعبي جبن؟ اعبيه اخليها لا تطلع من الفرن تتسبح الطماط ذي الفليفلة يسبحون في الجبن، ولا جيت تشيله تصير صج زي اللي في الاعلانات يسيح. الله بصراحة كانت يعني جدا جدا فلة. وغير انه يعني اتذكر مدير حقنا اللي في معجناتي قاعد يفكر انه يبيع كركدين في القائمة، بس ما في النهاية ما اظن سواها، بس المهم انه جاب كركدين، مب منها اللي يجيك كنا في كيسة ليبتون، بس كركدين طازج، وسواها في قوري شاي ووزعها على العمال كلهم. فبصراحة يعني تجي لك أشياء فترة يعني حلوة، تصير أشياء حلوة في إذا توظفت عند يعني ناس، وإذا غير أنها يعني أشياء ما يعني تقضي وقتك الفراغ فيها. صحيح إنك تقدر تطلع مع ربعك وتقضي وقت مع أصحابك وكذا ما أدري شنو ذا، بس إن تقدر تحدد وقت بسيط لشغلات جانبية. وبصراحة إذا قدرت تشتغل في فترة يعني في فترة إجازة أو حاجة زي كذا، هذا جدا جدا تصير حلوة لسيرتك الذاتية وتساعدك حيل في المستقبل. هذا أنا كنت أطلع الفيزا حق أمريكا، وحتى وأنا قاعد أحاول أسوي شيء ثاني، أوراق حكومية حق شيء ثاني، اسألوني عن الخبرة حقتي، وبصراحة خبرة البرمجة مالت البي اس بي هذا جدا جدا فادتني في أشياء ما تتخيلونها. على أي حال كان معاكم محمد الويمي aka لي، وإن شاء الله سلتكم هذا الموضوع. أتمنى أيام سعيدة لكم يا أخواني، وإلى اللقاء، مع السلامة.